تحفظ هو التقارير المالية اللي ما جابش نسيل بدراوي ولا باقي القدماء زعما الرؤساء السابقين. كنتمناو السي بودري قحط السعيد وكنا غادي نتعاونوا معاه ان شاء الله باش الرجاء ديما تكون في الصفوف الاماميه على اي ديمقراطيه هي كانت هي سيده الموقف. والرجاء كما قال سيدنا الله ينصرو راه كتبقى قدوه للانديه الوطنيه. كنا كنتمناو الرؤساء ديال الانديه كاملين باش يجيو يشوفوا هذا الجو هذا اللي كنا فيه اليوم وهذا الجو العائلي. والامور داز زعما بسلاسه، التصويت كان في المستوى، الاخوان عارفين المسؤوليه اللي عليهم. السي بودريقه اليوم راه نجح كرئيس ديال نادي الرجاء الرياضي، كنتمنوا له واحد السعيد وحنا راه غادي نتعاونوا معاه لانه اليوم راه الرئيس ديالنا جميعا. شكرا لكم.